وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. دكتور أيمن أهلا بك معنا إلى هذه التغطية. ويعني منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومصر لديها موقف ثابت، وهذا على الصعيد الإنساني وأيضا على الصعيد السياسي. نتحدث الآن أكثر على الصعيد الإنساني، ويمكن منذ بداية الأزمة مصر يعني شاركت بالآلاف من الأطنان ونفاذ الكثير من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كيف تجد أن هذه المساعدات خففت من وطأة هذه الأزمة الإنسانية داخل القطاع؟ بداية تحية الأخت الكريمة لكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طبعا مصر منذ اللحظة الأولى للحرب هي تضع على سلم أولويات رفع الحصار وظلم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت الأمور واضحة بأن الاحتلال طبعا يضيق الخناق على الشعب الفلسطيني من خلال الضغط بشكل أو بآخر لمنع وصول حتى الغذاء بشكل مباشر، عدم السماح بنقل المرضى للعلاج. وبالتالي مصر أخذت على عاتقها الملفين، ملف وقف إطلاق النار وملف الإغاثة المباشر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الأمر لم يكن متعلقا فقط في الحكومة، أيضا بالشعب المصري الذي لم يبخل منذ اللحظات الأولى للحرب إلا بتوفير مزيدا من المساعدات للشعب الفلسطيني. وهذا بصراحة موقف يقدر بشكل كبير جدا من قبل الشعب الفلسطيني. مصر دائما صداقة في هذا الأمر، وهذا طبعا يخفف كثيرا على الشعب الفلسطيني. صحيح أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات حتى هذه اللحظة بالكمية المطلوبة إلى قطاع غزة مما فاقم الأزمة، ولكن كما أشرنا أن مبادرة مصر لإدخال المساعدات عندما أصر الاحتلال على عدم السماح بإدخال المساعدات عبر المعبر معبر رفح البري، حاولت مصر أيضا باستخدام عملية الإنزال طبعا ومعها دول أخرى، ولكن حاولت لتجاوز أزمة وصول الشمال إلى المجمع. وهذا بصراحة محاولات مصرية بقدر المستطاع، ومصر الجغرافية السياسية فرضت عليها دور كبير جدا. وحتى هذه اللحظة حسب كل التقديرات نسبة كبيرة جدا تصل إلى 70% من المساعدات التي دخلت غزة هي مساعدات مصرية بالأساس، كما أشرت، من الحكومة، من المؤسسات الأهلية، وأيضا من الشعب المصري. نعم، يمكن حتى على الصعيد الإنساني نتحدث عن استقبال المرضى الفلسطينيين، ومصر يعني جهزت عدد كبير جدا من المستشفيات لاستقبال المرضى الفلسطينيين في أغلب المحافظات المتاخمة والقريبة من الحدود مع قطاع غزة الفلسطينية. يعني كيف تجد أيضا هذه الجهود فيما يتعلق باستقبال المرضى، وكما حضرتك ذكرت يعني نفاذ المساعدات، ويمكن هنتحدث أيضا كمان على الدور السياسي والدبلوماسي فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية؟ يعني أولا موضوع المرض، مصر منذ الأيام الأولى قالت يجب نقل الجرحى بشكل مباشر إلى المشافي، وقد أهلت كل المشافي القريبة، وكان هناك استعداد أيضا لبناء مشفى طبعا مؤقت في على الحدود رفح، ولكن تم الاتفاق على إدخال الجرحى إلى العلاج في مصر. بعض الدول قالت نحن جاهزون لاستقبال عدد من هؤلاء الجرحى، جزء التزم وجزء لا يلتزم، وبالتالي أصبحت معظم الجرحى يتعالجون في المشافي المصرية. ولكن مهم جدا أن نوضح أن من يعيق دخول العدد الكبير من الجرحى إلى الحدود المصرية والمشافي المصرية هو الاحتلال الإسرائيلي، حيث يصر الاحتلال الإسرائيلي على أن يهتم عبر الصليب الأحمر إرسال الأسماء أو عبر حتى طبعا وحدة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية إرسال الأسماء للجانب الإسرائيلي للحصول على موافقة أمنية مسبقة. بالتالي هذا يعيق إدخال الجرحى. وصل متوسط الجرحى الذين يخرجون من غزة إلى مصر من 40 إلى 50 جريح يوميا، وهذا العدد لا يكفي بصراحة. ولكن السبب الأساسي في إعاقة وصول هؤلاء الجرحى هو الاحتلال الإسرائيلي، ليس إلا وليس كمن البعض يدعي إغلاق معبر رفح. هذا الأمر غير حقيقي، والأمور مرتبطة في الاحتلال الإسرائيلي الذي يصر على محدودية خروج المرضى وعلى محدودية دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتأكيد هذا الأمر طبعا تضميد جراح الشعب الفلسطيني يقدر بشكل كبير جدا من الشعب الفلسطيني. نعم، يمكن نتحول إلى الجانب السياسي والمجهودات السياسية التي تقوم بها مصر منذ اليوم الأول أيضا. ويمكن مصر كانت أولى الدول التي عقدت قمة القاهرة للسلام لمناقشة الأوضاع والوصول إلى خريطة الطريق في المرحلة المقبلة. وحتى الساعات القليلة السابقة من اليوم كان هناك لقاءات بين وزير الخارجية المصري وأيضا نظيرته الألمانية.
يعني نتحدث عن لقاءات متعددة ومتتالية مع كافة القادة وكافة الجهات المعنية والأطراف المعنية في هذه الأزمة والمؤثرين أيضا، يعني كيف تجد صدى هذه اللقاءات والمجهودات الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها مصر على مسار القضية الفلسطينية؟ يمكن ما أقوله لا يروق للبعض، ولكن مصر منذ اللحظة الأولى هي أخذت على عاتقها أن تتبنى الرواية السردية الفلسطينية، الرواية السردية المصرية التي أصبحت هي الرواية السردية الفلسطينية لما حدث يوم 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، أصبحت هي طبعا أهم وطبعا سردية في يتبنها العرب والفلسطينيين. وأنا أقول لك لولا الموقف المصري الذي صدر في اللحظات الأولى لهذه الحرب رأينا قد تخلى عنا العرب قبل العجم، ولكن الموقف المصري الذي تبنى الرواية السردية الفلسطينية والتي أصبحت وهي رواية سردية كما أشرنا مصرية وأصبحت رواية سردية فلسطينية لما حدث يوم 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر وما كل هذه الإشارات التي تقوم بها الاحتلال، ثم مصر مارست أنا ما أطلقت عليه في حينه في الإعلام الدبلوماسية الخشنة عندما منعت خروج الأجانب من قطاع غزة إلا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا الأمر بالتأكيد كان أمر جد طبعا حديث في أن تستخدم مصر هذا الأسلوب في الضغط حتى على الولايات المتحدة الأمريكية بعد السماح لرعاياها بالخروج إلا بخروج الجرحى الفلسطيني ودخول المواد الغذائية، وهذا موقف بالصراحة كان موقف عالي بشكل كبير جدا. طبعا الأمر هذا لم يقف عند هذا الأمر، بل عقد مؤتمر سلام استقبلت مصر بجانب مؤتمر السلام الذي كان بيان الرئاسة المصرية واضح ويؤكد على أهمية الوصول إلى حل يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية، وكان أيضا هذا مرتبط في لقاء قيادات مصرية مع العديد من القيادات الأجنبية والتي تغيرت موقفها. أعتقد الموقف الفرنسي تغير بعد أن مورست الدبلوماسية المصرية دور عالي جدا، موقف الأمين العام للأمم المتحدة غويترش الذي زار مصر وزار الحدود الفلسطينية المصرية مرتين، وموقف الواضح ولا أعتقد أن هذا الموقف المتقدم لما كان لو لم يسمع من دولة مثل مصر لها ثقلها الكبير جدا في المنطقة ودولة وازنة ويتوصل الرسائل بشكل واضح، إن لم تضع حد لهذه المأساة فالأمور ستكون صعبة. أعتقد أن الموقف المصري على الصعيد السياسي كان قمة في الإبداع، وحتى المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية في الاستماع حول الاستيطان أعتقد كانت في بمثابة طبعا أنا قلت عنها في حينه أنها وثيقة تاريخية يجب أن ترصد، لأنها رصدت منذ مأساة الشعب الفلسطيني منذ أن وضع الاحتلال أرض فلسطين حتى الأحداث الأخيرة في قطاع غزة. نعم، يمكن اليوم بننتظر أيضا يعني جلسة لمجلس الأمن حول قرار وقف لإطلاق النار، يعني توقعات حضرتك لسير هذه الجلسة؟ طبعا النسخة المعدلة الفرنسية والتي تحدث عن هدنة لمدة 70 حتى أقصى 3 أسابيع، طبعا الصين أعلنت أنها ستؤيد هذا القرار، وأعتقد روسيا لن تعارض ذلك رغم انشغالها بأزمتها الداخلية وما يحدث طبعا من أزمات في روسيا، ورغم كل ذلك أعتقد روسيا هذه المرة ستصوت إيجابية. الولايات المتحدة الأمريكية التي قد لا يروق لهذا القرار لأنه يتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار واستمرار المفاوضات، أعتقد أنها ستوافق على هذا القرار لأنه لمدة زمنية محددة، والاحتلال أعتقد سيلتزم لأن نحن لا نمتلك أن نقول نحن المقاومة نوقف إطلاق النار، نحن لا نستطيع أن يعني نحن لا نطلق النار، نحن ندافع عن أنفسنا، ولكن إذا أعلن الاحتلال موافقته على هذا القرار بوقف إطلاق النار فنعتقد خطوة إيجابية. مهم جدا أن الأمور تقاس بشكل متواصل، خلال الأيام الماضية الاحتلال حتى ألقى مناشير على عدة مناطق في قطاع غزة، من ضمن هذه المناشير عيدكم في منازلكم، أي أن الاحتلال كان يدرك أن في الأيام الأخيرة قد يكون هناك هدنة، لأن الاحتلال بهاجة لهذه الهدنة لترتيب أوراقه، خاصة أن نتنياهو مصر على اجتياح مدينة رفح، وقد يكون ذلك للأسف الشديد بعد هذه الهدنة. نعم دكتور أيمن، يعني على مدار الفترات السابقة كنا نعول بشكل كبير على التأثير الأمريكي على إسرائيل والسلطة الإسرائيلية في تغيير موقفها أو تهدئة موقفها في العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن تحول اليوم سواء كان الخطاب الأمريكي
ضد إسرائيل أو يعني تغيير بعض من المفردات التي يستخدمها الآن فيما يتعلق بربما فرض عقوبات، كما قالت نائبة الرئيس الأمريكي أن ربما تفكر في فرض عقوبات على إسرائيل في حال أن فكرت في اقتحام رفح الفلسطينية. يعني هناك تحول كبير في لهجة الخطاب الأمريكي تجاه ما تقوم به إسرائيل، ولكن على الجانب الآخر نجد أن المجتمع الدولي ليس متفائلا جدا بتغير هذه اللهجة. يعني هل هذا يعني أن إسرائيل لن تعتد كثيرا بتغير اللهجة الأمريكية تجاهها؟ يعني أعتقد جميعنا من حقنا أن نرى هذا الموقف ونشوف بالحذر، لأنه لم نعهد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير موقفها، لأن كان هناك أزمة سابقة بين أوباما ونتنياهو في 2015، ورغم كل ذلك استمرت العلاقة، وقدم في فترة أوباما مبلغ 38 مليار دولار مساعدات تدفع على 10 سنوات للاحتلال الإسرائيلي. لذلك من حقنا كفلسطينيين وكعرب وكمجتمع دولي أن نرى أن هذا التحول قد يكون تحول إعلامي ولكن ليس حقيقي. يعني وول ستريت جورنال قبل أسبوع نشرت أن 100 صفقة سلاح سرية نفذت بين الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب، رغم ما نسمعه من إعلام في توتر في العلاقة. لذلك طبعا ما نخشى أن يكون كل ذلك هو فقط للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، أيضا لمحاولة تبييض وجه الديمقراطيين الذين يستعدون إلى الانتخابات بعد أن أصبح يعني بشكل جلي أن عملية القتل التي تمت في غزة هي بأسلحة أمريكية. ويمكن وكالة الأنباء الأمريكية CNN، وهي شبكة يعني من أهم الشبكات في طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، نشرت قبل قرابة 4-5 أيام تقرير عن الأطفال القتلى في قطاع غزة، ونشرت صور 13,000 رغم أن لدينا 17,000 شهيد من الأطفال، ولكن قالت أنه لا يعني هو تحول طبعا في الإعلام الأمريكي. بالتأكيد تحول، ولكن ما نتمنى أن يكون التحول هذا حقيقي وليس إعلاميا دون تأثير. نحن نتمنى أن يكون هذا بالفعل به تأثير حقيقي وجدي على المواقف. لذلك سننتظر طبعا الأيام القادمة. نتنياهو مصر على اجتياح رفح، قدم خرائط للأمريكان حول نقل الكتلة السكانية من رفح إلى منطقة البحر، وهي منطقة لا تتجاوز مثلا حتى 20 كيلومتر، والأمريكان يقولون هذا المكان لا يستوعب العدد المطلوب إجلاؤه من هذه المنطقة. فكرة إزاحة الكتلة السكانية تجاه سيناء هذا سقط القرار بشكل نهائي، وبالتالي يبحثوا عن خيارات داخل قطاع غزة. هذا منذ بداية الحرب قلنا جنبوا المدنيين هذه الحرب ولتكن هناك مناطق عازلة، ولكن الاحتلال حتى المناطق التي قال أنها عازلة استهدفها كانت في رفح وفي مواصل خليل. وبالتالي الأمريكان الآن إذا أقنعوهم الإسرائيليين بأنهم سيذهبوا باتجاه السماح للكتلة السكانية الأكبر باتجاه نحو رفح، من رفح عفوا إلى بحر غزة وجزء آخر إلى الشمال، ووافق الأمريكان على ذلك، فقد يسمحوا للأسف الشديد للاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح بعد هذه الهدنة التي قد تكون بعد العيد. إن شاء الله نتابع طبعا مع حضراتكم ساعة بساعة ونترقب كل هذه القرارات، ونتمنى الوصول إلى قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقبي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف.